نقدم لكم اليوم مجموعة رمضانية ديال جلالب وربيعية وفي نفس الوقت صيفية، يقدروا الناس يلبسوا حتى في الصيف. بالنسبة لهاد جلابة، هذه من توب ديال الكريب دوسوا، وخدمة المعلم، ودخلنا فيها هاد لي بابيون بالتنبات، هكا بالتنبات ولي زاكسيسوار. بالنسبة لهاد الجلابة يقدروا يلبسوها يعني اي سيدات، بنات صغار، بنات يعني سيدات كبار، اللي يعني ولي طاي جميع اللي طاي، حيت هي كتلبس ستوندار، يعني كتلبس اللي رقيقه واللي عامره شويه. بالنسبه للثوب كيصلح لجميع الناس، يعني البنات ما كيبينش هذا، تكون السيده تكونش عامره شويه ما كتبانش، اللي ضعيفه حتى هي، حتى لاكوب يعني كتغير بزاف في اللبسه. بالنسبه لهاد الجلابه، هادي جلابه ثانيه في المجموعه ديال رمضان، حتى هي من نفس نوع الثوب الكريب دو سوا، الخدمه المعلم، لي بابيون مختلفين يعني في التنبات لا في الالوان، ولاكوب نفس لاكوب، يعني يلبسوها تلبسها اي سيده، تلبسها اي سيده يعني صغيره كبيره غليظه ضعيفه، يعني تلبسها اي سيده، وكتجي بالنسبه تلبس سبورت، تلبس كلاس، تلبس مع البليغات، تلبس مع لي طالون، يعني تقدر تمشي مع اي حاجه وفي اي عراضه تقدر تلبس في رمضان في المناسبات ديالنا.